وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالموضوع بإذن الله عز وجل وهو على آية مباركة لإبطال السحر أينما كان نوعه. يعني أنتم مللتم من هذه العناوين، آية واحدة تبطل الأسحار كذا، وعشبة يعني تبطل كذا وتفعل كذا. ولكن أن أتكلم معكم يا إخواني حقيقة أريد التكلم معكم بإذن الله عز وجل، واعمل بهذا التوجيه، واعمل بهذه الآية التي سأذكرها بإذن الله عز وجل، والله سترى العجب العجاب. والقرآن كله شفاء، ولكن توجد آيات إذا يعني صادفت هذه الآية بإذن الله عز وجل فيكون بسببها الشفاء. أنا أعطيك مثالا أخي، يعني من الناس من يتأثر بآيات الطير، لا يتأثر حتى تقرأ عليه آيات الطير ولو كان عنده سحر. ومن الناس من يتأثر بآيات الحكمة، ومن الناس أو يعني الجن الذي داخل هذا البدن من يتأثر بذكر سليمان عليه السلام، ومن الناس من يتأثر بذكر يعني محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. وكل إنسان لا يعني ليس الناس في العلاج بالقرآن سواسية، فصورة من القرآن يعني هي علاج وشفاء. أي صورة، القرآن كله شفاء. ولكن يا إخوان، هذا الجني الخبيث قد يتأثر بصورة يعني وتكون يعني قوتها ويعني قوتها يعني وتعذيبه بهذه الصورة أشد من صورة أخرى. والآية التي سنتكلم عليها عظيمة جدا، ولا يدلك عليها أكثر الرقاة، صدقني يا أخي، وهذا ليس طعن في الرقاة، وإنما لا يدلك عليها أكثر الرقاة، وقد تكون مسحورا وجئت إلى هذا الرق إلا من رحم الله، لا أتكلم على الجميع، تكون مسحورا ولا يكرر هذه الآية إلا مرة واحدة، أو يمر عليها مرور الكرام وقلبه وذكره غافل ولا تتأثر بها. وهي ولا بد من التكرار يا أخي، لأن عندك سحر، عندك السحر. وهذه الآية بإذن الله عز وجل أبطلت آلاف السحر، الآلاف الأسحار. هذه الآية أبطلت آلاف الأسحار في عهد موسى عليه السلام، مع قصة فرعون والسحر مع موسى، لدرجة أن الله عز وجل قال في القرآن، ولم ينقل لنا الله عز وجل هذه القصة عبثا نعوذ بالله، ولكن هي حكمة وهي شفاء، واسأل من عمل بها وجربها. الله عز وجل قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، يعني من شدة الأسحار ومن شدة هول ما رأى موسى عليه السلام، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. أكثر الرقاة لا يدلك يا أخي على هذه الآية، وإنما يدلك على سورة يقول لك اقرأ سورة البقرة، يعني 20 يوما أو 21 يوما مثالا، وهذه من البدع تحديد العدد، أو اقرأ سورة ياسين، أو اقرأ سورة الصافات، أو اقرأ كذا أو اقرأ كذا، ولا يقول لك اقرأ هذه الآية كي يبطل الله عز وجل سحرك.
لأنه هو يريد أن يعني أنت تذهب تأتي عنده ويقرأ عليك ربع ساعة أو 20 دقيقة وهي لا تكفي وترجع عنده مرة أخرى ولا يدلك عليها ويقول لك اقرأ هذه الآية وسأذكرها بإذن الله. اقرأ هذه الآية اقرأها يعني نصف ساعة أو ساعة، اقرأ نصف ساعة في الصباح واقرأ يعني نصف ساعة في المساء مثلا مع الاستطاعة، واقرأ يعني بالليل. هو لا يدلك عليها. وجرب وابحث في اليوتيوب عند الرقعة إلا من رحم الله، وقليل جدا، قليل 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 قليل. والله بحثت على يعني راقي يتكلم على هذه الآية، لأننا نعالج بهذه الآية، نحن نعالج بإذن الله بهذه الآية، ولا يدلك عليها الراقي، لا يدلك عليها الراقي أبدا، لأن المسألة مسألة بعض الرقاة إلا من رحم الله، لأن مسألة مسألة ماديات لكي ترجع يا أخي، لا يهمه أن تتعالج أو لم تتعالج شأنك يا أخي. والله الناس يرسلون إلينا يعني ساعدني أنقذني بعد الله عز وجل، الناس يعني يتقطع يعني من شدة أمراضهم وشدة همومهم، والله يتقطع القلب حسرات من يعني من جهتهم. كما قلت لكم الآية بإذن الله عز وجل كررها جيدا، قال الله عز وجل: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أنا أقول لك آلاف السحر والمشاودين، لأن فرعون قال إيتوني بكل ساحر عليم، ليس بالسحرة الصغار أو يعني الذين لا يزالون يتعلمون، آلاف السحر كما جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله. وقال فرعون إيتوني بكل ساحر عليم، ومع هذا هذه الآية أبطلت أسحارهم وبها سجدوا لله عز وجل وآمنوا بالله. فهذه الآية تكررها جيدا، سأعطيك الطريقة بإذن الله عز وجل. فلما ألقوا، استرخي يا أخي، استرخي جيدا واقرأ هذه الآية. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. يعني أنت تتكلم مع هذا الخبيث الذي في بدنك، تقول له يعني له وللساحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أنت يا أخي تطرق باب الله عز وجل، تطرق باب الله، اطرق باب الله، اطرق باب الله عز وجل وكرر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قل له ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، 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 ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وهو يسمع داخل بدنك أو بدنك، هو يسمع، وكن على يقين سيتأثر ويخنق. وكررها جيدا وبقلب صادق وبتوكل على الله عز وجل، ولا تنس بأن الله سميع عليم، الله يسمعك ويعلم بحالك يا أخي. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، كررها ربع ساعة نصف ساعة هذه الكلمة، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، وكرر هذه الآية التي هذه الكلمة التي بعدها، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هكذا اقرأها بالجهر يا أخي، ولا تقرأ بالسر. وإذا خنقك الخبيث لا تستسلم أبدا، والله أكمل وأنت تقدر على ذلك بإذن الله، أكمل في القراءة ولا يعني ولا تقطع القراءة، أكمل أكمل بإذن الله، لا يقع شيء أبدا. وكررها يوميا، وأنت في الطريق تكرر، وأنت في عملك تكرر، إلا في السيارة لا تكرر،
إلا يا أخي في السيارة لا تكرر حتى تكون جالسا في محلك أو في بيتك وكرر وكن على يقين. وإذا قرأتها كذلك بالليل ما جئتم به السحر إن الله سيبطل، ما جئتم به السحر إن الله سيبطل، كررها بالليل وكن على يقين، سترى رؤيا بإذن الله عز وجل في الأحلام. إذا استفدت من هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في هذه القناة وكذلك الضغط على زر الجرس والضغط على زر الإعجاب لكي يصل هذا الفيديو إلى غيرك من المسلمين، إخوانك المرضى. اضغط على زر لايك لكي يصعد هذا الفيديو ويراه أكثر الناس المرضى بإذن الله عز وجل. ولا بد أن تترك لنا تعليقا كيفما كان نوعه، اترك لنا يعني أثرك في هذا الفيديو في القناة بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.